الدكتاتور وبقاياه بالزرع، ونحن نقول لهم نحن موجودون. حكومة هذه قاعدة تتلكك في تحقيق المطالب نتاعنا. بعد ثورة 14 جانفي المباركة ما لناش إرادة سياسية في تطهير القضاء من بقايا النظام السابق. أما الظروف مادية ومعنوية نتاع القطاعات يلزم النهوض بها. اليوم في تونس ما نتصورش إلا واحد مسؤول مستوى وطني ما يشعرش نفس الشعور. كل الأنظمة العربية كانت ترفض الجزيرة، كل أنظمة